زي ما قلت امبارح، الخفافيش عقدتني في عشتي خلاص، تعقدت في عشتي من الخفافيش. قال لك الخفاش لو تف على مش عارفه ايه او عمل تواليت على ايه، يعني حاجه بقت صعبه جدا. ونتمنى، وبعدين انا خلاص اتعقدت من فكره اصل احنا مصر ما فيهاش كورونا، فاكره انا التصريح ده، اصل مصر ما جالهاش كورونا، اصل مصر ما جالهاش، وما فيش. بعدها بشويه تلاقي كل العالم اصبح بوتقه واحده. ربنا يستر بس ونقضي على الكورونا اولا، ناخد الفاكسين ونقضي على الكورونا. نخرج فاصل.